استشعار معية الله مرد مشتغ باللي ربي يذي وقيد الخير ذا مقران يون ما يفات صدق سيسدوني ميدي مشتا ربي يذس ذاين ذي يرتاح هذه صلاشي خلاص ذاين ذا ربي يذي ذاين الدوني صديق في الله المشاكل ثيلوفا المحنة ذا شركي سلخن سقوم كان ما قيد ربي سبحانه عز وجل مرد ينظر ربي يذي ورتساقواذ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظلام كامل تقسيط مقهوجر عسمي بغنسى سيدنا أبو بكر الصديق داخل الغار وساند عذون ربي المشركين بغنسى الميذاق موشى الميذي من الغار إذا سيدنا أبو بكر الصديق ليس داين نتوطف لو كان يون السيس الذي مقل يري دار نيس أغدي والي داين نتوطفا ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن يسور تساقواذ غسق لغذي السين ربي ذويس ثلاثة السيدنا مادام ربي يذنا ورتساقواذ بعدين يا ابا بكر ان يسمى ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا ورحت زناره اكسغف لي وليك ربي يذنا اذا سيدي ربي نزد الايه تسجيل المناسبه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ذا شو النتيجه فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها الى اخر الايه يعني العبد مدي مش ربي ذا يرتاح لذلك ابن عطاء الله السكندري الرجل الصالح شو سينا ان من وجد الله فماذا فقد وين يفان ربي غير ثماس ذا شو سيروحا ولكن وين جا ربي سبحانه واش يسدي قران ولا ما الا الموندونتي كامل فخلقي لا يذيش سعيد الحق تساقواض ما ثقاض خاطر ذا شو لنت خلقي سهلنا في ربي سبحانه ما ثلاث ربي لا يذيش وتساقواض